الحمد لله الجواد الكريم البر الرحيم، يرفع ويضع ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط، له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نحمده ونشكره على ما أعطانا وما منعنا، فيعطينا بفضله وكرمه ويمنعنا بحكمته ورحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل التقرب إليه بالأعمال الصالحة سبباً لرضاه، وإذا رضي عن العبد أعطاه، وعطاؤه سبحانه لا ينقطع، لأنه دائم لا يفوت وحي لا يموت. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حث على الصدقة ورغب فيها، وأخبر أن الله تعالى ينميها، وكان ينفق ما عنده ولا يدخر شيئًا لنفسه وأهله، فيمضي الشهر والشهران وما في بيته إلا الأسودان التمر والماء، ولا توقد في بيته النار. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واطيعوه، واعملوا صالحا في دنياكم تجدوه في أخراكم. أيها الناس، أبواب الخير كثيرة وأعمال البر عديدة، فمن أغلق عليه باب فتحت له أبواب. ومن العمل الصالح ما يكون بالمال، ومنه ما يكون بالبدن، ومنه ما يكون باللسان. عباد الله، والإحسان إلى الناس من عظيم العمل الصالح، ويجد صاحبه لذة في كل إحسان يقدمه، ثوابًا معجلًا من الله غير الثواب المدخر له يوم القيامة. عباد الله، وبذل الصدقة للمحتاج من أعظم الإحسان، لأنها تشبع جائعا وتكسو عاريا وتعالج مريضا وتقضي دينا وتؤوي مشردا أو تكفل أرملة ويتيما. وكثير من الناس يحتقر قليل الصدقة فلا يبذله، فيستحي أن يمد للفقير ريالا، ويخجل أن يقدم شيئا من طعام أو قطعة من لباس أو أثاث. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه للصحابة رضي الله عنهم أن من الصدقة اللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين، بل عد ما هو أقل من ذلك في حديث عظيم يبين أهمية الصدقة وأنها سبب للنجاة من النار ولو كانت قليلة. ففي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. ولحديث التصدق بشق التمرة مناسبة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يوم القيامة محاصر بعمله، والنار تلقاء وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: واسمع ماذا قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه،
فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه الشيخان. عباد الله، فلنتأمل هذا الموقف العظيم، فلنتأمل هذا الموقف العظيم المخيف الذي تنجي فيه الصدقة من النار ولو كانت صدقة قليلة كشق تمرة. عباد الله، وكل هذه الأحاديث في ذكر الصدقة بشق التمرة دليل على أن الصدقة سبب للوقاية من النار ولو كانت قليلة، وشق التمرة هو نصفها أو جانبها وهو قليل جدا، ولكنه عند الله عظيم، ولكنه عند الله عظيم إذا قدمه صاحبه مخلصا لله تعالى فيه. وقد وقع ذلك لامرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنجيت من النار وأدخلت الجنة بتمرة واحدة، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو قد أعتقها بها من النار. رواه مسلم. الله أكبر، الله أكبر. فمن يحتقر تمرة أو شقها أن يتصدق به مع هذه الأحاديث العظيمة. أيها المسلمون، لنعلم أننا في حياتنا الماضية قد فرطنا كثيراً في القليل فلم نتصدق به لقلته في نفوسنا، مع أنه يقع موقعاً عظيماً عند الله تعالى، وينتفع به معدماً لا يجد شيئاً، أو فقيراً ليس معه ما يكفيه. فيجب أن نغير نظرتنا لقليل ما يبقى من أطعمتنا وملابسنا وأثاثنا وحاجاتنا، فلا نرميه، وإنما نتصدق به، ولا نستقل ريالات أو قروشاً نملكها فلنتصدق بها، فالقليل مع القليل يصبح كثيراً بمرور الليالي والأيام. وسر ذلك أن ما نقدمه من قليل الصدقة لا يبقى قليلاً عند الله، لا يبقى قليلاً عند الله، بل يأخذه سبحانه فيربيه لنا حتى تصبح التمرة جبلاً ويصبح الريال مالاً عظيماً. وبرهان ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. الله أكبر. رواه البخاري ومسلم. فكم من متصدق يأتي يوم القيامة يتذكر تمرة فيجد جبلا، وكم من تمرة فمثلها ودونها ينجو بها صاحبها يوم القيامة من النار. فمن ذا الذي يسارع إلى الصدقة بالقليل والكثير بعد علمه بهذه الأحاديث؟ فلا عذر لغني أن يتصدق من عرض ماله ومما يستغني عنه من طعامه ولباسه ومراكبه وأثاثه، ولا عذر لفقير أن يتصدق ولو بلقمة أو بتمرة، فإن الله تعالى ينميها له حتى تصبح شيئاً عظيماً. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عظيماً. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الصدقة تطفئ غضب الرب، أن الصدقة تطفئ غضب الرب، كما أنها تمحو الخطيئة وتذهب نارها
وهي وقاية من النار، والمتصدق في ظل صدقته يوم القيامة. والصدقة دواء من جميع الأمراض، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. والله سبحانه وتعالى يدفع بالصدقة أنواعًا من البلاء. ثم ليستبشر المنفق المعطاء، ثم ليستبشر المنفق المعطاء خيرًا، تدعو له الملائكة كل يوم بخلاف الممسك. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أخرجاه في الصحيحين. واعلموا بارك الله فيكم أن صاحب الصدقة منشرح الصدر مرتاح البال بورك له في ماله ويضاعف له في أجره. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ويكفي صاحب الصدقة أنه يدعى من باب خاص من أبواب الجنة يقال له باب الصدقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه.